أجمل البثوث يا أبو باسل البث اللي يقربك من الله. السلام. هذه رسالة نوجهها لكل من يسمعنا، بث يقربك من الله خليك فيه، بث يحببك إلى الله خليك فيه، بث تكسب من وراء حسنات خليك فيه، لأنه ما في أجمل ولا أحلى ولا أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا إخواني ممن يعني يسمع كلام الله عز وجل ويتعب. الله أكبر. لأن أعظم موعظة تنسكب على القلب كلام ربي، كلام ربي سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فذكر بالقرآن. الله أكبر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أعظم موعظة تنسكب على قلبي وقلبك أخي في الله كلام الله. الله عز وجل سمى هذا القرآن موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول أحد السلف: من لم يعظه القرآن والموت لو تناطحت الجبال بين عينيه لن يتعظ. لماذا؟ لأن القرآن ما يعني حرق قلبه. لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الشيخ العصيمي ذكر مقولة جميلة، الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، قال: العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا بالقلب النظيف. الإنسان ينظف قلبه، ينظف الوعاء حتى إذا نزل به القرآن تأثر بالقرآن. الله أكبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله يجعل قلوبنا حية. آمين. الله يجعل قلوبنا سليمة. آمين. الله عز وجل يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. الله أكبر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. الله عز وجل مدح إبراهيم. قال: وإن من شيعته لإبراهيم. الله أكبر. إذ جاء ربه بقلب سليم. الله أكبر. قلب سليم.